الرادار. في رادار اليوم نحكي على حاجة مهمة برشا اقتصادية بامتياز اللي هي رسكلة، لكن الرسكلة في مجال الملابس اللي تنجم تخلق لنا حاجة جديدة، حاجة مبتكرة، لكن الأصل متاعها جاي من الرسكلة. والأكثر التفاصيل معنا سي شمس الدين مشري المصمم الصناعي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامة ومرحبا بك. مشكور جدا على التدخل معنا اليوم. هل الصناعة هذه، هل الفن هذي نتاع رسكلة الملابس كيفاش تنجم تكون حاجة مبتكرة، وخاصة علاش تنجم تكون حاجة ربما أقل كلفة عند التونسي اللي 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 هكا تتبدل توجهاته نحو كل ما هو مرسكل، راه نجم يخلق لنا حاجة ياسر مزيانة. دابور يعطيكم الصحة اللي تحكيوا على الكوان هذا وعلى المجموع هذا، وانكم تشجعونا نحن اللي ديزاينا باش نحكيوا عليه باش نزيدوا نوعيوا بقيمة التماشي هذايا في مجال التصميم. انا ديزاين برودوي دو فورماسيون، مصمم صناعي، نخدم على اللايتينغ ونخدم على معناها موبيليا وموبيلي دابوان، ونخدم اكسسوار ولبسة انطلاقا من اسونسيلمون انطلاقا من راسكلا جوستومون. ونرالي الانتيغي نتاع راسكلا انه في عوض ما نواصلوا في استعمال مواد جديدة ومواد تضر الاقتصاد نتاعنا بيسكو كلها امبورتي وعندها امباكت خايب معناها نيجاتيف على الانفيرونمون نتاعنا، نجمو نثمنوا منتوجات قديمه، منتوجات موجوده ولا منتوجات مشريه من قبل، نثمنوها باش ان نخدموا بها منتوجات مواكبه للعصر نتاعنا اليوم. دوك الابسايكلينغ ولا يعني الرسكله واعاده الرسكله حاجه موجوده برشا في العالم. في تونس بدات البوبليك مازال برشا ماهوش مقبل عليها خاطر ماهوش فاهمها، ماهوش فاهم الانتيغي نتاعها. ثم مصممين في تونس اللي انا منهم نراو اللي مهم انه نكون عندنا رغبه في الحاجات اللي نخدموا فيها، انه نعملوا حاجات مزيانه لكن زاده محافظه على البيئه وتثمن موارد ومواد متوفره عندنا في تونس. إذا اليوم قديش مهم جدا الرسكلة هذه في مجال التصميم، ربما الكلفة متاحة تكون كيفاش مقارنة معناتها بحاجة حاضرة كما نقولوا نحن كل ما هو مستحدث، الكلفة تكون أغلى، تكون أقل، معناها من حيث أنه تكون معناتها عملية الإفادة تكون من جانب الابتكار ومن جانب الكلفة. الريفلكس اللي نتخيلوه انه اوتوماتيكمون بيسكو هي حاجه متاخذه من القديم ارخص ماهوش ريفلكس صحيح برشا، خاطر علاش؟ ثم فورسيمون ثم دي براند ياخذوا حاجات قديمه يعملوا عليها انترفونسيون صغيره على الاخر ويبيعوها بسوم فورسيمون رخيص ارخص من الاسهم الموجوده في السوق العاديه. لكن زاده في الخدمه نتاعي انا اون توكا نخدم في اربع حاجات، يعني كان نجم نحكي لك شويه على السورسينغ نتاعي، نخدم من الفريب، نخدم لي شو دوزين دو كونفيكسيون اللي عندنا في تونس كو سوا في اللبسه ولا في الامبلومون، نخدم باللي فيو ستوك دان فوندو معناها عند الحوانت وعند لي زيشوب القدم اللي عندهم دي ستوك قدم دي زاني 1970 1980 1990، مواد قديمه اللي ماهمش قادرين يبيعوا فيها خاطر ما تجاوبش على احتياجات اليوم. ونخدم ابارتيغ دو ترايز قدم كو جو ريستو، ناخذ حاجات قديمه برشا، ملابس قديمه على الاخر ساعتها تطلع عمرها 80 سنة 90 سنة، اللي نحاولوا نصلحوها اون ريسبكتون لو غرافيزم انيسيال لو بروسيس انيسيال اللي هو فيها اللي هو التقنيه نتاع العمل والمواد الموجوده فيها. دوك هذه خدمه كبيره نتاع تقول خدمه نتاع ارشيف ساعه وتقول خدمه نتاع ريستوراسيون اون ديغي دون ان اسباس ميزيال، معناها ناخذوا اللوف ونحاولوا نجددوها ونصلحوا التريزه مثلا كي تيماتيفي بالوقت اللي تعدى بالعمر معناها نتاع القطع. هذا كله يلزم برشا وقت. وبعد الانتيغي زاده نتاع الخدمه نتاعنا انه نعملوا ميكس بين المواد بين بعضها، معناها القطع يكون فيها جانب يكون فيها مواد قديمه ومواد جديده فرد وقت. دونك هذايا ياخذ لنا برشا وقت او نيفو دو لا ريشيرش دو لا ريفليكسيون اي او نيفو دو لاسمبلاج دي ماتيريو اللي هو يتكلف لنا فلوس. دونك انا نقول اللي المنتوجات نتاعي سيرتو على اللبسه، انا حكيت اللبسه سوها مش غاليه جمله بارابور ا دي برودوي كوتور موجودين في السوق، لكن قيمتها في انها عندها هالجانب دابور الجانب الهوية والجانب البيئي معناها المحافظة على المحيط، هذوما نقاط القوة نتاعها. لكن او نيفو دو بروسيس راهو تاخذ وقت أكثر من برودوي معناها بنال موجود في السوق كيما اللي براند اللي من الخارج. هو ما يقلش أهمية المنتوج على منتوج كيما نفس البحث نفس الابتكار نفس الحاجة اللي معناتها الخلق جديد، أنك تكون عندك حاجة فريدة من نوعها كيما قلت لنا مع المحافظة على البيئة اللي هو مهم جدا واللي هو منصوح به في كل المجالات بما فيها اليوم مجال التصميم.
هو اكثر، هو اكثر فيها خدمه، خاطر البروسيس العادي هو انه تاخذ مثلا دي ستوك كبار نتاع قماش، تعمل باترون نتاعك، تخدم على ديفيرون تاي وتخرج دي كوليكسيون كبار، معناها اون بارل دو معناها مود كونسوميريست، معناها جونغ الموضه اللي نلقاوها برشا كونتيتي يخرج الموديل. احنا نخدموا على دي سيري ليميتي ولا دي بيس اونيك، وكل قطعه نخمو فيها وحدها، دونك هذايا البروسيس عندنا نحن اطول. لكن باش نحترموا المكتوب نتاع التونسي، ديجا القدره الشرائيه نتاع التونسي والثقافه الاستعماليه والاستهلاكيه نتاع التونسي، انا واحد من الناس اخترت اني ما نغليش في الاسواق، علاش؟ خاطر ما نجمش نعمل موديل اللي ديجا على باز انت تعرف انه هو مخدوم انطلاقا من مواد قديمه، وامام تو يكون سومي اغلى من الاسواق العاديه. دونك يعني الموجوده في السوق معناها سو دي برودوي اوردينار. دونك هنا انا اخترت انه الاسواق نتاعي يكون ارخص باش نشجع البوبليك باش يقبل علينا، خاطر احنا توا في فاز دو سيدكسيون، نحبوا نوريو للتونسي اللي نجموا نلبسوا حاجه مزيانه اي اونجاجي على فوا، ماهمش حاجتين متضادين معناها. اليوم إذن هي اختيارات لكن تبقى فيها فن، فيها ابتكار، فيها تجديد، كل ما هو تصميم للأزياء بمفعول الرسكلة، وقديش فيها محافظة على البيئة، فرصة قادمة إن شاء الله تجيب حدينا زادة وتنورنا زادة فيما يتعلق بكل ما هو تصميم أزياء وكل ما هو جديد لكن ديما في علاقة بالرسكلة. سي شمس الدين المشري مشكور جدا على التدخل معنا احنا.